إن إحنا نقدم نموذج تعاوني محترم جدا، منتج جدا، يقدم خير كتير قوي البلد دي. ثورة التصحيح دي مبادئها تقوم على إيه يا دكتور؟ لحضرتك سميته ثورة التصحيح في جامعة أحمد عرابي، إحنا بنسميها تطوير الملف الاقتصادي الزراعي والحيواني النوعي في الجمعية. مع عدد من قدامى الأعضاء أنتجنا هذا الملف وحصرنا الأنشطة الهامة اللي قلناها، الزراعة بالذات في زراعة المانجا مثلا، وثم عايزين نتطور في زراعة الصوب، زراعة الخضروات تحت الصوب بالتعاون مع وزارة الزراعة. أيضا في الإنتاج الحيواني هناك مبادرات كثيرة، موضوع قرض البتلو، السيد معالي الوزير سيد بالقصير، نائب الوزير دكتور مصطفى الصياد بيطرحوا الآن مشروع البتلو بسقف مالي رصدوه 1 مليار جنيه. إحنا بندعوهم إلى التعاون مع أعضاء جمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية، اللي بيكونوا ممنونين جداً في إن هم يتعاونوا مع الوزارة في هذا النوع من المشروعات. وأي بنك أو أي جهة تمويلية هي بتدور إزاي هتاخد فلوسها، هتسترجع فلوسها إزاي. خلي بالكم.